جمعية أجيال الشاوية بسطات كتعقد هذا الاجتماع هذا باش تقدم البرنامج السنوي ديالها ديال سنة 2023. هذا البرنامج هذا اللي هو امتداد للبرامج السابقة، واللي الحمد لله أننا استطعنا أننا نلبي واحد المجموعة ديال الطلبات ديال الساكنة ديال مدينة وإقليم سطات. هذا فخر واعتزاز. علاش؟ لأن الناس كلها من تلقاء انفسهم انخرطوا في الجمعيه هذه، وكان الخيرات ديالهم وهو انهم يساعدوا الجمعيه انها توصل لابعد نقطه في الاقليم وتوصل لعمق ديال اقليم سطات، باش يمكن لها تواصل مع الساكنه ديال اقليم سطات. واللي هاد الساكنه هذه الحمد لله اليوم احنا فخورين اننا نقدموا لها المساعده، وخاصة فيما يتعلق بالاستفادة من الماء الصالح للشرب. حنا اليوم من خلال البرنامج ديالنا وزعنا واحد المجموعة ديال المساعدات على السادة رؤساء الجماعات الترابية وعلى الفاعلين الجمعويين باش يزودوا بهم بعض الآبار اللي كتنقصها هاد التجهيزات هادي، واللي غادي تستافد منها الساكنة الماء الصالح للشرب. وكذلك ما اقتصرناش على هذه العمليه هذه، وانما فتحنا باب التسجيل كذلك باش نتوصلوا بالخصاص، واللي يمكن لنا فيه كذلك اننا نوفروا هذه المضخات هذه لانها تساعد ان الماء يوصل عند الساكنه المتعطشه واللي هي متعطشه له. كذلك ما وزعنا واحد المجموعه ديال تجهيزات اخرى، تجهيزات رياضيه على مجموعه ديال الفرق الرياضيه في المجال القروي. كذلك وزعنا المجموعة ديال الأغطية لحماية بعض الأسر اللي هي في وضعية هشة من هذا البرد القارس. كذلك وزعنا واحد المجموعة ديال المكبرة ديال الصوت اللي وضعناها راه الإشارة ديال المساجد في العالم القروي. هذا المجال هذا اللي من الواجب علينا جميعا أننا تضافر الجهود ديالنا باش نعتني بالساكنة وباش نكونوا عند حسن الظن. والحمد لله هذه المبادرة هذه ستليها مبادرات اخرى. وكذلك من هذا العمل اللي قمنا به، ما قمنا باش ماشي تنقموا به باش نتباهاو او لا باش نشهروا على اساس اننا عندنا شي اهداف من غير الهدف الاحساني الانساني التكافلي. الله سبحانه وتعالى كنطلبوه انه يقوينا باش اننا نعاودوا نلبيو جميع الطلبات ديال الساكنه ديال اقليم سطات. بهذه المناسبه كنشكر كذلك السلطه الاقليميه ديال سطات وعلى راسها السيد العامل ابراهيم ابو زيد، وكذلك مختلف الاجهزه اللي وقفت معنا وكتوقف معنا ان نوصلوا هذه التجهيزات لعند اصحابها ونوصلوا هذه الامانه لعند اصحابها. والحمد لله هاد الناس هادو ما شفنا فيهم الا المساعده التامه، ونتمناو على اساس اننا اليوم نكونوا كذلك في المستقبل راه الاشاره ديال الساكنه في جميع المجالات اللي كتهتم بها الجمعيه ديال اجيال الشاويه بسطات. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.